لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نجم، اسم علم مذكر عربي، وهو الكوكب اللامع في السماء ليلا أو الثريا. قال تعالى: والنجم إذا هوى، من سورة النجم الآية الأولى. والنجم ما طلع من النبات على غير ساق. وقال: النجم والشجر يسجدان، من سورة الرحمن الآية 6. وما يؤدى من دين ويركبونه تركيبا دينيا فيقولون نجم الدين، أي نور الدين وضياء الدين، والتسمية على معنى النجم في السماء. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.